السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من زرع وسنين. والنهارده نتكلم عن صبار شوكه المسيح او الفوربيا شوكه المسيح. انا عندي واحده جميله بقى لها حوالي 8 او 9 شهور، ما كانتش طبعا بالشكل ده، كانت اقصر من كده شويتين، الورق اللي هنا مش موجود كله، والافرع الجانبيه الجميله دي مش موجوده، كل ده ما كانش موجود. طبعا هي جات لي هديه من شخص عزيز عليا جدا، ويهمني ان الزرعه دي تكبر وتفرع اكتر من كده وابتدي اخد منها عقل ان شاء الله. طيب هنتكلم اول حاجه، الزرعه دي في العموم هي زرعه زي ما بنقول صبار، وبالتالي الري قليل، الشمس كتيره، التربه مش طينيه لحد كبير. هي متجابه من المشتل، يعني جايه لي هديه، والتربه بتاعتها طينيه، وبالتالي انا كان لازم ان انا اعطشها جامد قوي وديها مية قليل جدا كل يومين ثلاثة أو أربعة أيام في عز الصيف. الربيع والصيف طبعا درجة الحرارة ما بين 35 والاثنين واربعين، فأنا كنت مديها. حتى لو حضراتكم تاخدوا بالكم إن الورق ملفوف على نفسه من كتر العطش، بس مش عطش لدرجة الموت يعني، أهو لسه راويها النهاردة أهو. يعني التربة دي عبارة أهي، لسه واخدة حالا مية قبل ما أصور الفيديو، علشان التربة طينية سرف. بكل بساطة نيجي للورق التعبان او الاصفر او اللي ابتدى يتصاب باي اصابة، او بواقي الازهار زي دي شماريخ الزهرية دي، او الورق السفلي اللي فيه الافرع الجانبية، وهنخف عشان نشدها بس شوية، عشان هي كان بقالها فترة زي ما قلنا مش قادرة تقوم، قاعدة بقالها فترة كبيرة فيه. القصيص الصغير لو ناخد بالنا من الرايب الابيض ده متخلوش يلمس ايدك. اي زرعة في الدنيا ليها رايب ابيض زي ده، بنسبة كبيرة الرايب ده يكون مش كويس بغض النظر ليه يعني. لو ناخد بالنا ان انا لقيت عنكبوت، عنكبوت اهو بيتحرك كويس اوي، ان احنا عملنا كده عشان نكتشف ان هي متصابة، ممكن نرشها رشة وقائية باستخدام اي حاجة بقى. انا هستخدم عن نفسي زيت النيم، اهي في ورقة متصابة هنا اكيد اتضربت بالعنكبوت اللي كان نازل فيها، هنشيلها. هي كده كده ما بتعملش بكفاءة، ما بتديش المطلوب منها للزرعة بكفاءة، فأنا أتخلص منها أفضل. طبعا في فرق كبير ما بين القصيص الصغير ده اللي كانت فيه والقصيص الكبير، الجذور بقى هتهوي وتريح بس هتاخد وقت طبعا. فاحنا لما نخف المجموع الخضري خفيف، أنا ما بقولش هناكل منه كتير، أنا بقول خفيف، تمام، يقوم يحصل إيه؟ يحصل ان النبات مش هنقول ينتعش على قد ما هو يفوق كده معانا، ويبتدي ايه يبني جديد بقى من جذور، ويبني جديد من سيقان، ويبني جديد من ورق، بس يكون ورق صحي غير الورق التعبان ده. اهو لقيت، لا والله كنت فاكرها من طلعت مش من، شايفين الغذاء بتاعها الابيض اهو بينقط، متخلوش يلمس ايدك. طبعا القطر اللي انت بتقطع بيه يا اما تعديه في كلور وده لا يستحب، يا اما ترش عليك كحول وكلنا بقى عندنا كحولات دلوقتي، يا اما تعدي عليه نار بولاعه كده او بعود كبريت، تعدي نار علشان يتعقم، تمام. انا بحب اعدي نار وريح نفسي يعني. خلي بالك من الشوك عشان ما تتشوكش. الشوك بتاعه جامد وخشب فيعور يعني، بالراحة مش مستعجلين في حاجة. خلاص اهي يعني ورقتين تلاتة بس كده نلحلح الدنيا يعني، ويفضل يكون الورقتين دول اصلا تعبانين يعني. دور على ورقة صفرة، دور على ورقة صغيرة، دور على ورقة
مش صحيه، ورقه مبرومه على روحها، منقوره من الشمس او منقوره من اي حشره. يعني ورقه زي دي مثلا اهي، دي ورقه مش حلوه اهي، ورقه مكعكعه كده ومكرمشه على نفسها مش عايزها، تمام. لكن بقيه الورق لطيف طبعا كالعاده، مبروم شويه عشان انا معطشها كالعاده، بس دلوقتي هبتدي ما اعطشهاش قوي. هي كده كده الدنيا ابتدت تسقع، والصبح بقى فيه الندى، يعني بقى فيه كده كده رطوبه، هي هتلاقيها ابتدت تبتدي تفرد. يعني الورق ده كله صحي وجميل اهو، ما فيهوش اي مشكله. ممكن ورقه زي دي ولو انها كويسه، بس ممكن نشيلها كده ايه، غلاسه دي كمان اهو. ما اعتقدش ان الزرعه خسرت كتير من شكلها، يعني لسه شكلها حلو، ولسه الهدف بتاعها ان يبقى شكلها لطيف كده. ما خسرناهوش، ما جتش طنشتها وقطعتها نصين ولا وقعت كل ورقها ولا اي حاجه، لكن خليت الشجره نفسها يبقى لها مستقبل، تبتدي تكبر بقى او هتبتدي تشد نفسها قوي، على الاقل يبقى صحتها كويسه. زي بالظبط الشعر بتاع البنات لما بنلاقيه خفيف شويه بنقص اول 5 سم منه من الاطراف كده علشان يتقل. برضو في نفس بنفس الاسلوب بنعمل الزرع، لما بلاقي الزرعه هتبتدي تتعب بقص منها، ان كانت شجيره بقص القمه الناميه عشان تفرع، ان كانت شجره مش هقص القمه الناميه، فانا عايز الشجره تطول بقى تبقى 2 متر و3 متر، فمش هقص القمه الناميه بس هقص الاوراق السفليه والافرع السفليه من تحت، تمام. يبقى هو ده المبدئين بس بتوع الزرع، ما عندناش تاني على الاقل دلوقتي لحد ما ننتقل لحاجه جديده. ودلوقتي ممكن بقى نعمل ايه، اديها غسله بسيطه كده، وبرده كده كده برضو كده كده انا عايز ارويها، فاغسلها كده منه، تغسل اي لباني نزل منها كده او حاجه تغسله، وفي نفس الوقت هي كده كده برويها. وبنقول تاني وتالت ورابع، ما تغسلش النبات بتاعك كتير وخصوصا في الشتاء، وما تغسلش النبات بتاعك في الظهر في اي وقت من السنه علشان ما نأذيش الورق. لو عاوز ترش النبات علشان تعب منك قوي او ملى تراب او كده اهو، يا ترشه الساعة 5 أو 6 أو 7 اللي هو المغرب، اول ما اذان المغرب يبدا نرش، او الصبح بدري، ويفضل المغرب، يعني انت هتفيد النبات اكتر المغرب، لكن الصبح بدري ممكن تأذيه، لان اصلا الرطوبة بتبقى عالية في الجو، فانت تيجي ترش النبات بمية كمان مع الندى اللي موجود مع الرطوبة اللي في التربة والرطوبة اللي في الجو، ممكن تطلع حشرات وممكن تطلع ديدان وممكن تطلع، يعني تدي فرصة أكبر لنمو الحاجات دي أو إن هي تيجي تتمكن من النبات بتاعك. فالأفضل والدنيا حر بس تكون الشمس غابت والزرعة هديت كده على المغربية، بتكون الزرعة محتاجة مية كتير جدا لأن فرهضت مني من الحر، أروح راشش رشة تمام كده على الأوراق، الورق يبتدي ينتعش بقى ويمص المية الجديدة اللي أنا عملتها دي، يبقى أنا فدت النبات وغسلته في نفس الوقت وظبطت الدنيا كلها. ولحد هنا أعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا النهاردة من الزرع وسنينه لنقل وتربية نبات فوربيا شوكت المسيح. ما تفوتش بقية فيديوهات قائمة التشغيل الزرع وسنينه، البلاي ليست اللي اسمه زرع وسنينه، وما تفوتش الفيديوهات اللي جايه، وحتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.